انا بغيت ناكد لكم بسرعه ما بغيتش نطول عليكم على ثلاثه اربعه ديال الامور. بدايه ما حضرتش بالطبع في بدايه يعني الجوله الاولى من خطابكم او خطابكم. اولا يتعين ان نؤكد رغم عدد من النقائص ان نؤكد على الدور الحيوي الكبير غير المعترف به كما يجب اللي قامت به الجهات كمؤسسات من دون شك. حقيقه فعلا نطمح الى الاكثر والى الامثل من هنا كذلك هذا المجهود يحصل لانه المشاريع في مختلف المجالات التي كانت لمختلف الجهات عندي خصكم تصحوا هذه الخريطه راه باقي فيها 15 جهه عندكم عندي اللي هنا منذ ان كانت الجهات 16 كانوا فيها 16 جهات قبل ما تولي 12 الان. منذ ذلك الوقت الالاف ديال المشاريع في مختلف المجالات اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه غير معروفه غير معرف بها. واذا تركتي عدد من الفاعلين منهم اللي فاتوا ودازوا تدبير الجهوي مثل سي سمير من موقع نيابه الرئيس، سيدي حمدي من موقع الرئاسه منذ 2006 موجود عنده تجربه كبيره، الاستاذه سي رشيد هو الجديد فيكم الان على التدبير الجهوي من الشبان الصاعدين والناشئين على هذا المستوى، نتمنوا له كذلك التوفيق. يمكن لهم يتكلموا لكم على كثير من الامور اللي دارت. فبالتالي يتعين الاعتراف بدايه بدور هذه الجهه وبما قامت به الحكومه. لكن بغيت نطلق من واحد الفكره، الديمقراطيه لها كلفه، قالها نور، ماشي لها كلفه غير في الاعلام. الديمقراطيه تقتضي انطلاقا من مضامين خاصه مضامين دستور 2011، ولكن يمكن ان نعود كذلك الى مضامين دستور 92 او 96. وهذا البعد الجهوي الذي اكد عليه في خطب كثيره صاحب الجلاله، هذا الشيء كيقتضي عنصر اساسي الاراده السياسيه الحقيقيه والثقه في هذه المؤسسه. هذا العنصر ديال ان هناك دوله مركزيه يتعين ان تكون حريصه على كل شيء ولا يمكن ان تترك للفاعل السياسي عموما شغل الجهوي او الاقليمي او المحلي، ولكن كذلك الفاعل السياسي حتى الوطني، وذاك موضوع اخر ما غنخوضش فيه. طالما اننا نجتر هذا الامر يمكن ان نقول لكم بان الديمقراطيه ديالنا غتبقى شكليه. ما كاينش ديمقراطيه بلا فاعلين سياسيين حزبيين اللي كيولجوا الانتخابات واللي كيدخلوا لمجالس من اجل تدبيرها، كيدخلوا لحكومه او لمجالس جهويه او اقليميه او محليه. مساله ضروريه. وبالتالي يتعين ان نسند الصلاحيات الضروريه الى هذه المؤسسات. من الحكومه احنا جايين. من الحكومه احنا جايين. وبالطبع المجالس الجهويه عنصر اساسي على هذا المستوى. بالتالي يتعين، وهذه كلمه موحده وحيده موحده اللي خصها تكون بيننا. كسياسيين من جهه وكاعلاميين، لاننا بجوجنا جالسين على غصن واحد، اما اننا نقويه اما انه سينكسر، وانا ذاك تنقيح لا احنا السياسيين ولا انتم الاعلاميين. فتقويه الديمقراطيه تقتضي ان يكون عنصر ثقه في هذه المؤسسات، ان نترك لها الصلاحيات ديالها، أن نعطي لها الإمكانيات من أجل ذلك، أن نطور المسار الديمقراطي ولتكن المحاسبة بعد ذلك. الآليات ديال المراقبة فلتكن، إلا كل شي واحد على الطريق
العقاب الاول والعقاب الثاني والعقاب الثالث حتى تستقم الامور. اما ان ننطلق من نظره التشكيك منذ البدايه وهذا هو الخطاب الذي نستمع اليه، كيف يمكن لنا ان نسند ملايير التدبير ملايير الدراهم الى هذه الجهات ونحن لا نعلم هل لهم الكفاءات ان يسيروا ذلك وما كاينش الكفاءات وما كاينش كذا، هذا خطاب عينا منه بركه منه لانه كيزيد يوغل الفضاء السياسي والمؤسساتي المغربي في ازمته. خصنا عنصر اساسي ديال الثقه نمشيو فيه بقوه ونقوموا بخطأ. غنخطئوا بشكل اساسي طبيعي نخطئوا، ولكن هكذا نتعلم وهكذا نبني الديمقراطيه. هذا التارجح مازال كاين خاصه بالنسبه للمؤسسات ديال الجهه. اعلموا وان كنت عمري مساهم في تسيير الجهه، المطبات الاكراهات الصعوبات التي تجدها المؤسسه الجهويه والرؤساء ديالها بالخصوص في تدبيرهم لهذا الواقع يتعين تجاوز، خاصه انه راه ما كاين لا تنميه جهويه لا معالجه الفوارق المجاليه الى ما خدمناش مع الجهات والى ما قويناهاش ومن خلال الجهات كذلك نستندوا على الجماعات الترابيه. راه صعيب على الحكومه ان تدبر جميع هذه الاكراهات على امتداد التراب الوطني كيفما كانت القدرات ديال الحكومه كما كانت باي مكون سياسي. صعيب. بالتالي التنميه ونحن نتكلم على المشروع التنموي الجديد، التنميه فيها شق اساسي مرتبط بالتنميه الجهويه او النموذج التنموي كيتكلم على انه من التحديات الكبيره الاستثمار في العنصر البشري لكن كذلك معالجه الفوارق المجاليه والاجتماعيه اللي موجوده على المستويات المتعدده. اذا هذا اختيار سياسي، هذا امر مرتبط باراده سياسيه اما ان تكون او لا تكون. اسمحوا لي نقول لكم بانه قبل ما نتكلموا على الاعلام نتكلموا على راسنا. باش تكون هذه الاراده ستكون موجوده على مستوى الدوله فعلا، لكن خصنا نوجدوها احنا على مستوى الدوله، بمعنى احنا السياسيين على اختلاف مشاربنا السياسيه مواقعنا السياسيه المختلفه، هذا صراع، هذا كفاح، ماشي بالمفهوم ديال الصراع ديال التضارب ديال المعركه، هذا كفاح، هذا نضال يتعين ان نخوضه وان تكون لنا كلمه قويه فيه من اجل ان نصل الى هذا المطلب. بمعنى خصنا كلما اتيحت لنا الفرصه ان نقول اما ان نثق في المؤسسات المنتخبه ديالنا وديك الوقت مرحبا، اما ان هذا الشيء كله راه واجهه. وعمليا مركز القرار الاساسي سيظل هو الدوله المركزيه التي لا تريد ان تسند الصلاحيات الى مختلف الجهات التي حول لها الدستور ذلك على المستوى الرسمي على الاقل وعلى المستوى النظري. هذا جانب اساسي ما غنطولش فيه، ولذلك كنعتقد بانه نرفعوا من شان هذه الجهات ناكدوا على الدور الاساسي اللي قامت به واللي يمكن تقوم به ونفتحوا لها الابواب من اجل انها تقوم بدورها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.